السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفاد تجمع المهنيين السودانيين أنه اجتمع بمبعوث الاتحاد الإفريقي والوسيط الإثيوبي وأكد لهم أن المبادرة موحدة، وقطع التجمع بأن الثورة لن تتوقف حتى تحقق أهدافها كاملة وبالوسائل التعبيرية السلمية. وقال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاي في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء أمس الاثنين إن المجلس العسكري الانتقالي يتناقض في رده على الوسيط. وأضاف المجلس العسكري حاول التقليل من المبادرة الإثيوبية وقطع بأنها لا تمثل أي وصاية على سيادة البلاد، لافتا إلى أن السودان ليس بجزيرة معزولة وأن رفضها يعني محاولة للخروج من المنظومة الإقليمية والدولية، ما ينذر بحرب معلنة ضد المجتمع الدولي. وأطلق رئيس حزب الأمة القومية الإمام الصادق المهدي مبادرة جديدة لحل الأزمة السودانية، مشددا على أن المبادرة الإثيوبية لن تؤثر بشكل إيجابي على الأوضاع بالبلاد. وطرح المهدي المبادرة رسميا على وفدين من الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة حسن هلال والحزب الاتحادي الأصل برئاسة هاشم عمر خلال زيارتهم له بمنزله بأم درمان. مشاهدي الأعزاء، أهلا بكم من جديد. تغطية خاصة تقف على المشهد السياسي وتطور المرحلة وكيفية تكوين حكومة مدنية تلبي تطلعات الثورة. أرحب كثيرا اليوم بضيفتي داخل الاستوديو الأستاذ إحسان حامد مؤسس المبادرة النسوية التي نقف من خلالها على تطلعات المرأة السودانية بعد دورها البارز في الثورة، حيث نناقش معها المبادرات ومجريات الأحداث والوضع بكل أبعاده ومطلوبات المرحلة. فأهلا بكم. أحيي الشعب السوداني وأحيي كل السوار وأحيي كل من له يد في محاولة لاستقرار البلاد، سواء كان الاستقرار السياسي أو يعني تكوين أو البحث عن تكوين حكومة مدنية. فأحييهم جميعا، وأحيي أيضا من هنا المنطلق البروف محمد حسين أبو صالح. حقيقة ما يجري الآن في الساحة نحن كنا متابعينه من البداية. طبعا أي سوداني أكيد حيكون متابع ما يحدث في البلاد لأنه جزء منه. فمتابعين الحوار كنا بنأمل في البداية إنه الحوار يصل إلى منتهى جميل يحقق كل طموحات الشعب السوداني. لكن الانتكاسات، قد نسميها انتكاسات أو نستلف هذا التعبير، التي حدثت كل له رؤيته طبعا في الجانبين، سواء كان المجلس الانتقالي أو السوار على رأسهم المجلس قوى الحرية والتغيير. فكل له مبرراته وكل له أهدافه، وفي النهاية يعني نأمل أنه يصلوا لحوار واحد في رؤية وطنية واحدة تنهض بالسودان وتجمع السودان كدولة يعني كشعب واحد. طيب أستاذ إحسان، الحوار تعثر كثيرا وأخذ منعطفا تاريخيا وكبيرا بعد حادثة فضل اعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة. بعد ذلك أصبح وكأن الحوار أصبح مستحيلا بين الطرفين. كيف تتابعون يعني هذه المبادرات التي قدمت سواء من الداخل أو من الخارج لتقريب شقة الخلاف بين الطرفين؟ في الحقيقة نكون بوضوح وبصراحة، هي انطلقت مبادرات عديدة يعني سواء كان نسائية أو غيرها، يعني وضحت رأيها، لكن كنا نأمل إنه بجانب ذلك الطرف الآخر إنه تخرج مبادرات أيضا يعني تكون في طرف مثلا بالنسبة توضح رأيها بالنسبة لتجمع قوى الحرية. فنحن ملاحظين المبادرات كلها منصبة في المجلس الانتقالي، وده طبعا يحسب له يعني في صفه. ولكن الملاحظ انه يعني قوة التغيير والحرية ما ظهرت مبادرات يعني توضح رأيها تجاه يعني او تجاه ما يحدث يعني او مساندة او كذا. فده بيوريك انه في الميزان مرجح إلى جهة ما، بغض النظر عن العوامل والأدوات يعني والمؤثرات. لكن في النهاية نحن بننظر للمسألة دي على إنها
عاوزين النتيجة النهائية إنه الطرفين يتواصلوا إلى حوار يرضي كل الأطراف ويوصل الشعب السوداني إلى ما يريد يعني. طيب الوساطة الإثيوبية هذه الآن أصبحت هي نفسها مثار جدل ومثار خلاف، يعني هناك العديد من الملاحظات عليها. أبداها المجلس العسكري الانتقالي بأنه كما ذكر الفريق الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري قبل يومين بأنه يجب دمج المبادرة الإثيوبية والإفريقية في مبادرة واحدة أو في وساطة واحدة. هناك أيضا اليوم الإمام الصادق المهدي تقدم أيضا بمبادرة، يعني قوى الحرية والتغيير تتهم المجلس العسكري بأنه حاول التقليل من المبادرة الإثيوبية، لكن برأيكم هل يعني يمكن أن تحقق إنجازا؟ حتى الآن لم نرى يعني أي اختراق في، حتى الآن لم يستأنف التفاوض بين الطرفين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير رغم هذه الوساطة. أين تكمن المشكلة برأيك؟ حقيقة أنا ناظر للوضع يعني من خلال متابعة الإعلام وعلى الساحة السودانية، يعني بننظر للمسألة دي على إنه المشكلة لن نلتمسها بالتحديد، يعني هي ما واضحة بالتحديد يعني، لكن بنشوف إنه الوساطة الأثيوبية قد يعني ما حققت المطلوب منها والحوار ما واصل. إذا كانت الوساطة الأثيوبية فيها جانب إيجابي كان على الأقل التمسناه في مواصلة الحوار. بالتالي طبعا الطرف يعني المجلس الانتقالي رأى انه مثلا يلجأ لوساطة اخرى ويدمج الوساطتين في رأي واحد حتى يطلع بنتيجة متكاملة، فنأمل انه يعني تكون النتيجة إيجابية بعد ذلك. ولكن في رأيي انه يعني مفترض انه يعني حتى داخل السودان هناك خبراء يعني في السودان، المفترض انه الاول ان احنا يعني نلجأ لاهل لهم يعني في الوساطه، لانه في ناس محايدين ما عندهم اتجاهات حزبيه او سياسيه، بل بهمهم المنظور الوطني. فالمفترض انه كان نشركهم في الحوار برضك، يعني قد تكون النظرة الداخلية السودانية أقوى وأشمل وأجدى يعني. ده في رأيي يعني أنتم مع المبادرة الوطنية لحل الخلاف الآن بين المجلس العسكري وقوى إعلان حرية التغيير، لا تحبذون التدخلات الأجنبية ولا الوساطة الأجنبية؟ نعم. طيب الإمام الصادق المهدي حسب ما جاء في مقدمة الحلقة أنه تقدم بمبادرة جديدة لحل الأزمة السودانية، وشدد على أن المبادرة الإثيوبية لن تؤثر بشكل إيجابي على الأوضاع بالبلاد. الإمام الصادق المهدي طرح مبادرة رسميا على وفدين من حزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الاتحادي الأصل. هذه مبادرة يعني تضاف إلى المبادرات المحلية التي تقدم، برأيكم هل هي قادرة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين المبادرات المحلية، طالما أننا اتفقنا على أن المبادرات الأجنبية أو الوساطة الأجنبية قد لا تحل الخلاف؟ طبعا يعني من من يقرأ التاريخ السوداني قد يصل لهذه النتيجة التي أنت تحدثت عنها، لأنه الحزبين هما الحزبين الموجودين على الساحة السودانية منذ نشأنا نحن. ففي أحزاب أخرى، أنا شخصيا لا يعني مسألة أنه تكون الوساطة من الأحزاب، فدي قد توتر المسألة أكثر، لأن هي في النهاية المسألة سلطوية أو الإرادة الداخلية هي إرادة كرسي وليس إرادة تحقيق الذات السودانية. فلذلك نأمل إنه في المجتمع السوداني، في الشعب السوداني، في كما قلت يعني في الحكماء، في الناس المتخصصين، فممكن نلجأ إليهم وتكون الوساطة منهم إذا تعسفت، أو بجانب الأحزاب الأخرى ممكن تجمع الأحزاب كلها على قلب واحد ونخرج برؤية واحدة. لكن هذا ما التمسناه في النظام السابق، وكنا دائما في مسألة حوار وطني
وظل الحوار متكرر ولم يعني وصلنا الى النتيجه اللي نحن الان بها. فنامل انه تكون الرؤيه جديده، رؤيه مستقبليه جديده يعني نامل فيها وتحقق اختراقا مطلوبا في المرحله المقبله. طيب استاذ احسان، المراه النسويه اين هي من المشهد السياسي الان في السودان؟ تابعنا والكل تابع والعالم كل اشاد بدور المراه، بان الثوره وكان حديث الاعلام الاجنبي بالكنداكه والمراه السودانيه وكيف استطاعت ان تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في تحريك هذه الحشود حتى تحقيق التغيير المطلوب. الان اين دور المراه السودانيه في هذه المرحله بعد الثوره؟ الان انتقلنا الى العمليه السياسيه، اين دور المراه في العمليه السياسيه؟ الان نحن نريد ان نمثل هذا الدور في مبادرة المرأة الاستراتيجية، دور جديد وفهم جديد، لأن الاستراتيجية فكر جديد، ونحن نناشد أن يكون لنا دور يعني نشارك في حتى نكون جزء من هذا الحوار، لأنه ألاحظ أن المرأة ليس لها دور الآن في المجال السياسي الآن الموجود يعني. فنعمل انه نحن كاستراتيجيات يكون لنا دور لعلنا ناتي بالجديد. طيب الان تعكفون على تقديم مبادره المراه الاستراتيجيه؟ نعم. حدثينا عنها بالتفصيل، مما تتكون، ابرز ملامحها. هي تكون من مجموعه طالبات، ما طالبات يعني طالبات استراتيجيات، درسنا في اغلبهن درسنا في المعهد الدراسات الاستراتيجيه جامعة أم درمان الإسلامية، جميعهن متخصصات إما ماجستير أو دراسات عليا يعني ماجستير أو دكتوراه. جميعهن يؤمن بأنه المرحلة المقبلة لن تسير ولن تكون إلا بالتطبيق الاستراتيجي الكامل وإظهار قوة الدولة الشاملة بعمق استراتيجي بحت، ويناشدنا بهذه المسألة. فلذلك تكونت هذه المبادرة، في البدء كانت هي مبادرة والآن مقترح لها اسم الكيان النسائي الاستراتيجي ليشاركنا. لدينا طموحات كثيرة طبعا، نحن في طور التكوين تحت رعاية البروف محمد حسين أبو صالح، وهو رجل الاستراتيجي الأول في السودان. فلذلك نحن يعني بعد التكوين وبعد تأسيسة كاملة نأمل بأنه تكون بصورة قوية ونشارك يعني، ونطالب برضو بتحقيق الاستراتيجي، علما بأنها لا تنظر للأفكار يعني الأيديولوجيات أو السياسات أو كل التحزب أو كذا الأحزاب أو كذا. يعني الرابط بين هذه المبادرة هو فقط أن كل عضويتها من خريجي أو خريجات الدراسات الاستراتيجية. نعم. طيب يعني هل نتوقع مستقبلا أن تنحو إلى العمل السياسي، أن تسجل كحزب سياسي مرشحة سياسيا، أم أين سيكون موقعها في الحياة السياسية المقبلة؟ رغم أننا نرفض يعني هي خارجة عن نطاق التحزب، لأنها هي فكر يسمو على الجميع يعني، فنأمل أنها هي تكون مسمى بهذا الاقتراح اللي المسمى الذي اقترحناه والكيان، ولا نريد أن تكون تحت حزب معين يعني، لا نريد الأحزاب، لأنه الحزب معناها البحث عن السلطة والكرسي، فنحن لا نريد ذلك، ولكن نريد أن نسمو بالفكر الاستراتيجي سواء كان في السياسة، السلطة السياسية أو غيره. سيكون يعني عملكم فقط هو التوجيه والإشراف على التنفيذ الاستراتيجي أو صياغة الاستراتيجيات للمرحلة المقبلة؟ نعم، والتدريب يعني أغلب عملنا بينصب في تدريب الاستراتيجي وتأهيل يعني كل من يعني الشباب في نطاق المرأة، الشباب ده حيكون منهجنا يعني، والنداء أيضا لا نكون في النداء يعني، لا نرى من يكون في الحكم يعني، ليست لدينا إشكالية في من يحتلي الكرسي، لكن
هذا الذي يعتلي يجب أن يكون تسود الاستراتيجية لأن هناك تساؤلات كثيرة. يعني ظلت منذ الاستقلال ونحن بننظر لهذه المسألة إن هناك تساؤلات، من نحن وماذا نريد وكيف. هذه الكيف نريد أن نوضحها، اللي هي من خلال التحقيق الاستراتيجي، ومن خلال طبعا الاستراتيجية لها قانون قوانين أيضا تحميها، فكن ما تكون في السلطة. طيب أستاذ إحسان، يعني هل تتوقعون أن تجدوا مساحة مقدرة في المرحلة المقبلة؟ يعني هناك اتهامات تقدم إلى كل الحكومات السودانية تقريبا منذ الاستقلال وحتى اليوم بأنها لا تهتم بالدراسات الاستراتيجية، لا تهتم بالتوصيات الاستراتيجية، ليس لديها استراتيجيات واضحة في إدارة الدولة ولا في حل الأزمات ولا في التنمية. يعني على أي أساس يمكن أن تمضون بهذا الكيان في الفترة المقبلة؟ هذه المرحلة المنشودة، يعني لأنه ما مضى مضى، وقد يعني إذا لم نجد فيها مساحة الآن نحن بننظر إليها، وطموح قوي جدا جدا إنه هذه المرحلة وهذه اللحظة التي سننطلق منها، لأنه يعني هذه الفترة ليست لأحد بعيده إنما للكل، فطالما إنه الكل مشارك فيجب أن نشارك نحن. أنتم جاهزون الآن للمشاركة؟ نعم. طيب لدي تصريح من سعادة الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، خاطب أهالي جنوب كردفان في الخرطوم. أهالي جنوب كردفان جزء طبعا مقدر منهم مقيم هنا في الخرطوم، وتناول قضية الاتفاق هذه بين الوسيط وقوى إعلان الحرية والتغيير. طبعا كما ذكرت في بداية الحلقة أن هناك اتفاق تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير والوسيط الإثيوبي، الذي كما أسلفت هناك تحفظات على هذه الوساطة. دعينا نتابع جزء من ما قاله الفريق دقلو ثم نعود لنعلق عليه. جدا. الناس 40 مليون ما بنغشهم يا جماعة. الاتفاق الأمس ده أن إحنا جماعة سمعنا بره وجوبنا التحرير قبل ما سيدة يجي من أثيوبيا قاعد ناك، هو الروجو به دارين عملوا أمر واقع. فانا زول إتا بعدين برضو يا جماعة لازم الحتة دي تعرفوها، مفروض أخواننا مبارك في المجلس في المؤتمر الصحفي يقولوها. أخواننا أن إحنا رئيس الوزراء الأثيوبي يوم وصلنا ما وسيط قال أنا مهمتي ألاقيكم بس ألاقي الطرفين، ما قال عندي ورقة ولا قال بتدخل بعد ذاك تاني. ده قعد معانا المبعوث أو السفير، ومعه السفير تأسيوبيا هنا، قالوا أن إحنا مهمتنا إحنا، لأن قلنا يا أخوان إحنا ما بنرضى بوساطة عالمية أو خارجية، قال مهمتنا نقعدكم مع بعض، أنتم مختلفين نقعدكم مع بعض. لكن كده كويس. بعد شوية جاتنا جاهزة، إملاءات جاهزة، ما أعرف سبعة ما سبعة، بس أنا والله سمعتها في الإعلام في التلفزيون، والله شفتها في التلفزيون، زول بيتكلم بيقول ادونا سبعة، فصل الحكاية فصله كلها جلابية، فصله هو اللي بيسه هو. عشان نبقى واضحين ما في غش، ونحن تاني جماعة من دزدس، لأن مشكلتنا ما عندنا إعلام، فرصتنا اللي بنلقاها زي دي بنندهسها بنقول كلامنا يا جماعة، لأن إعلام ما عندنا. كلام ده ما بيبقى، إحنا عندنا المجلس السيادي ده ما اتفقنا، وهذا الاتفاق ده أصلا إحنا ما وقعناه، زي ما قال الأخ شمس الدين مبارك هو ما ملزم بالنسبة لنا، لكن خلاص كلمة الراجل برضو من لسانه. لكن السيادي ده والله نحن اللي يحصل اتفاق في التشريعي هناك، عشان نكون معاهم واضحين ما يغشوا الناس. اي نسبه في السيادي نسبه في التشريعي، الجبال اتفقنا فيه وقع عليك الكلام ده، نسبه 50-50، ما عندنا اي حاجه 50-50. وبعد ده برضه للحقوا روحهم بالموضوع ده، لان الشباب العمل والتغيير جبال الان ظهروا يا اخواننا، انا بقول لهم الحقوا روحكم
خشوا مع الناس كلها، كل النادي تجي تقعد زي القاعده دي، نتفق نخط يدنا في يدين بعض البلد عشان تمشي قدام. طيب كان هذا جزءا من حديث الفريق اول ركن محمد حمدان دقل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي امام قافله نداء السلام لابناء جنوب كردفان التي جاءت لدعم المجلس العسكري. استاذ احسان لدي فاصل قصير ثم بعده نعود لنعلق على هذه الجزئيه من حديث الفريق حميتي ونواصل معك هذه القراءه التحليليه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدي الاعزاء، نتواصل معكم في تغطيه خاصه اجد الترحاب بك ضيفتي داخل الاستوديو الاستاذه احسان حامد مؤسسه المبادره النسويه، اهلا بك من جديد. قبل الفاصل تابعنا جزء من كلمه الفريق اول ركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي امام هذه القافله من ابناء جنوب كردفان الذين جاءوا لمسانده المجلس العسكري، اشار بكل وضوح الى ان المبادره الاثيوبيه لديهم ملاحظات في المجلس العسكري عليها، كيف تعلقين؟ والله الظروف والتعقيدات المحلية السودانية الآن يعني يعني بت 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 تجعل من كل يعني أنا لا أتحدث عن يعني طبعا كل له رأيه في المرحلة دي بالذات فنتجاوز يعني نتجاوز عن الرأي المباشر في لانه يعني يؤخذ على 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 على, 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 على احيانا يعني في في يعني تؤخذ على الردود في هذه المرحله بشكل اخر او تصنيف اخر، فلكن الوضوح مطلوب. فأنا لا بس أؤكد على إنه يعني الظروف والتعقيدات التي يمر بها السودان الآن هي تفتقر إلى الرؤية الوطنية والموحدة. تعتقدين أن كثرة المبادرات ربما قد تضر بإمكانية التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين؟ نعم، لأنه كل له رؤيته وكل له يعني في المسألة له باع فيها، فلذلك قد يكون الآراء تتكاثر وفي النهاية ربما لا تصل للنهاية المرجوة فيها. ليه؟ لأنه انعدام زي ما قلت لك انعدام الرؤية أو البحث عن يعني انعدام الرؤية الواحدة هو ما الهدف الهدف لكل المتحاورين أو الوساطات، قد يكون أهداف غير يعني أهداف داخل الحوارات تكون في أهداف غير كل يحاول يعني يطرح ما في دواخله ليسير الحوار حسب ما هو يريد. طيب لدينا ايضا جزء اخر استاذ احسان من هذا اللقاء الذي جمع الفريق اول ركن حميدتي بابناء جنوب كردفان، هذه القافله نستمع اليه ثم نعود ايضا لنواصل ونعرف رايكم انتم ككيان نسوي في كيف تدار العمليه السياسيه وكيف تمضي الامور. طيب قبل أن نستمع إلى حديث الفريق دقلو ينضم إلينا الأستاذ صديق رمضان الكاتب الصحفي. أستاذ رمضان مساء الخير. مساء النور أستاذ طلال، يديك العافية إن شاء الله. حياكم الله. طيب من أبرز الأخبار التي جاءت خلال اليوم أن تجمع المهنيين اجتمع بمبعوث الاتحاد الأفريقي والوسيط الإثيوبي وأكد لهم أن المبادرة موحدة،
طيب، أن يؤكد المبعوث الأثيوبي أن المبادرة موحدة، وقبلها بيومين الفريق الكباشي يقول أنه يجب توحيد المبادرة الأثيوبية الإفريقية. كيف يمكن قراءة هذه التناقضات؟ الأمر الذي لا بد من الإشارة إليه في البداية أن المبادرة الأفريقية لم يسمع بها أحد. نحن في الصحافة لم نسمع بها من قبل إلا من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري الأول من أمس، وأوضح فيها أن مبادرة الاتحاد الأفريقي قدمت إليه. هو الحرية والتغيير لم تشر طوال الفترة الفاتت إلى مبادرة أخرى بغير الأثيوبية. هنا يوضح أن أشياء كثيرة خافية عن الرأي العام، سواء كان من قوى الحرية أو سواء كان من المجلس العسكري. حينما حضر رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الخرطوم، كثيرون اعتقدوا أن المبادرة خاصة بدولة أثيوبيا الشقيقة. طيب، آخرين قالوا أن هذه المبادرة الأثيوبية برعاية من الاتحاد الأفريقي. ولكن لم نسمع بمبادرة منفردة من الاتحاد الأفريقي إلا من خلال المؤتمر الصحفي. هذا يوضح وجود ضبابية في الأمر بصفة عامة. طيب، يعني البعض يقول أن المبادرة هي يعني برعاية من الاتحاد، من الذي يقول أنها برعاية من الاتحاد الأفريقي؟ المجلس العسكري أم قوى الحرية والتغيير أم يعني فعلا هناك ضبابية؟ المجلس العسكري هو من أعلن وجود مبادرة من الاتحاد الأفريقي، ليست رعاية. حينما أتى أبي أحمد إلى السودان، الطرفان أشارا إلى أن أبي أحمد يتحرك في المسار السوداني برعاية أفريقية. ولكن بمرور الأيام اتضح أن الأمر بخلاف ذلك. يعني هنا يتضح تماما أن هناك ربما تضاربا في تصريحات المجلس العسكري، تضارب في روايات المجلس العسكري بين مؤتمر صحفي إلى آخر. الروايات التي يذكرها الكباشي أو العطا تبدو متناقضة تماما. الحرية والتغيير أعلنت مبكرا ترحيبها بمبادرة المبعوث أو رئيس الوزراء الأثيوبي، وتجاوبت معها ورفعت إليه موافقتها مكتوبة. ولكن المجلس العسكري لم طوال هذه الفترة لم يوضح موقفه من المبادرة الأثيوبية إلا خلال اليومين الماضيين، حيث أبدى تحفظه عليها. وهذا يوضح أن المجلس العسكري ربما أراد شراء الوقت، لأنه لا يعقل أن يظل المبعوث الأثيوبي موجود طوال 15 يوم لا 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 يوضح المجلس العسكري موقفه إزاء أو حيال هذه المبادرة. طيب، الآن كيف يمكن أن تمضي الأمور أستاذ صديق رمضان في ظل هذه يعني المماطلة أو محاولة كسب الوقت بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير؟ الآن الكل يبدو أنه يعني يتمترس في موقفه وغير متفق حتى على التسميات. المجلس العسكري صمته طوال الفترة الماضية أصبح عنه خلال الأمس واليوم أنه يريد مناصفة في المجلس التشريعي. مناقشة المجلس التشريعي بوضوح حينما أكد أنه غير ملزما بالاتفاق السابق، غير ملزم له نسبة 67%. يعني هذا تراجع واضح، هذا تراجع واضح بكل صدق لا يليق بالمؤسسة العسكرية، بغض النظر عن الصراع بينه وبين المجلس مع القوة الحرية والتغيير. لكن تواثقا في وقت مبكر عقب 11 من أبريل. وأعلنا عن هذا الأمر على الملأ، توقعنا أن تمضي الأمور سلسة إلى أن يصل لتوافق على المجلس الرئاسي. لكن تفاجأنا خلال اليومين الماضيين أن المجلس العسكري يريد مناصفة بادعاء أو بدعوة وجود قوة أخرى. ألم تكن هذه القوة موجودة حينما أبرم اتفاقه مع الحرية والتغيير؟ أم هي ظهرت كالنبتة الشيطاني فجأة؟ ومن الذي أظهرها؟ ومن الذي يقف وراء الحشود الكبيرة التي تخرج بين الحين والأخرى ليخاطبها المجلس العسكري؟ طيب، أن يقول المجلس العسكري أن يقولها يعني بصراحة أنه يريد مناقشة نسبة 67% التي تم الاتفاق عليها، والفريق حميتي قالها أيضا في لقاء في قاعة الصداقة، أعتقد أن هذه النسبة لا تعقل أن تكون لقوة سياسية واحدة. هذا يعتبر تراجعا كما اتفقت معي في الرأي، لكن إلى أي مدى يمكن أن يعتبر ذلك تراجعا تاما عن كل الاتفاقات التي تمت مع المجلس العسكري ويعيد الأمور إلى مربع الأول؟ وضمنيا زي تستطيع القول أن المجلس العسكري تعامل مع هذا الأمر واحدة بواحدة. هو أعلن عن ترحيبه بمقترح المجلس السيادي 7-7
بالإضافة لذات شخصية مستقلة يختارها الطرفان أعلن عن موافقته عليها، وفي ذات الوقت أعلن عن تحفظه على نسبة 67%. كأنما يريد نقول أنا وافقت على المجلس السيادي بالمقترح الأثيوبي، وهذا هو المقترح الأثيوبي الذي تحفظ أعلن التحفظ عليه. 7+7+1 أعلن المبعوث الأثيوبي وافق عليها الطرفان. ولكن حينما جاء الأمر فيما يتعلق بالمجلس التشريعي، المجلس العسكري أكد أنه غير ملزم بالاتفاق الذي تم في هذا الإطار. ماذا تتوقعون أن تتخذ قوى إعلان الحرية والتغيير من خطوات إذا هذه يعني دعنا نسميها المناورة السياسية؟ والله أنا لا أبدو في من أنصار التصعيد، سواء كان التصعيد الميداني أو التصعيد الثوري. كل ما تمسك طرف برأيه تضيع الثورة، تضيع دماء الشهداء، تضيع مجاهدات الشعب السوداني. ستنتصر الدولة العميقة، سينتصر المفسدون، سينتصر الذين يحاولون الهروب عن المحاسبة وعن المحاكمة. الحرية والتغيير مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تتسع صدرها وبأن تضع مصلحة الشعب السوداني أمام عينيها، لأن المجلس العسكري بحسب المحتويات الموجودة يريد أن يصادر كل ما منحه إياه وكل حظها وحقها الذي اكتسبته من خلال الثورة. يريد أن يبحث عن أجسام أخرى لتكون بديل لها. فإذا إذن المجلس العسكري وضحت نواياه تماما. الحرية والتغيير مطالبة توفيت الفرصة تماما على المجلس العسكري، حتى ولو قبلت بإنقاص نسبتها في المجلس التشريعي لا بد أن تكون موجودة. فكون أن تشكل مجلس الوزراء فهذا مكسب، أن تكون بنسبة 50% فما فوق في المجلس التشريعي مكسب، أن تكون 7+7 في المجلس السيادي مكسب. لأننا نخشى أن نفقد هذه النسبة غدا، لأن المجلس العسكري لكل أسف غير مضمون. طيب أستاذ صديق، أيضا من الجزئيات المهمة هي إطلاق رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي مبادرة جديدة لحل الأزمة بين الطرفين المجلس العسكري وقوى إعلان حرية التغيير. الإمام الصادق المهدي قال إن المبادرة الإثيوبية لن تؤثر بشكل إيجابي على الأوضاع، كيف تعلق على هذه النقطة؟ ما ذهب إليه الإمام بأنها لن تؤثر إيجابا على الوضع؟ حقيقة ما ذهب إليه الإمام الصادق المهدي حقيقة لسبب واحد، المجلس العسكري رفض المقترحات الأثيوبية، قال أن الوسيط الأثيوبي أبي أحمد إنما حضر جاء فقط لتقريب وجهات النظر ولنزع فتيل الأزمة بين الطرفين حتى يعود إلى التفاوض. إذن المبادرة الأثيوبية حكم عليها المجلس العسكري بالزوال أو بالفناء أو بالموت، لم تعد مجدية ولن تقود البلاد إلى الخروج من هذا المربع. الذي طرحه الصادق المهدي من مبادرة حتى الآن لم يطلع عليها الرأي العام بصورة موسعة. الصادق المهدي جزء من الحرية والتغيير، يحسب له ممارسته العقلانية والهدوء والحكمة والتي نبدو في أمس الحوجة إليها، ونثق تماما أن الصادق سيكون من أكثر حرصا على الثورة وأهدافها ومبادئها. لكن هل يلتزم المجلس العسكري بما يطرحه الصادق المهدي؟ وهو الذي ظل يغازل الصادق المهدي أياما طويلة فترات طويلة، عسى ولعل أن يخرج من الحرية والتغيير وينضم إلى الركبة المجلس العسكري ولم يفعل. أنا أشوف أن المجلس العسكري سيقبل مبادرة الصادق المهدي مهما جاءت مورة من عيوب ومهما جاءت وطنية وموضوعية، أشك في ذلك. طيب أشكر جزيلا للأستاذ صديق رمضان الكاتب الصحفي على كل هذه القراءة وهذه المتابعة. أعود لك مجددا أستاذ إحسان حامد، تابعت معنا الأستاذ صديق رمضان وهي تحدث عن هذه المبادرات وهذه يعني دعينا نسميه الحراك السياسي المحتدم في البلاد هذه الأيام. طيب كانت لدي جزء من كلمة الفريق أول الركن حميتي لدى لقائه أبناء جنوب كردفان، نود أن نعلق عليه إذا كانت جاهزة. طيب ريثما يتم تجهيز المادة. طيب إذن المادة جاهزة، نعم نتابعها معك أستاذ حسان ثم نعود نعلق عليها. طيب قبل أنا سمعت برضو كاتب إنه هنا الصندوق دعم السلام، نحن من هنا يا أخوان نحيي أخونا عبد العزيز الحلو وندعو الحركة الشعبية لانضمام لركب السلام فورا. ويا جماعة برضو منشكره، والله قال كلام عقلاني وقال كلام طيب، وعندنا اتصال معه باصد أخونا شمس الدين، وأنا رسلت له مندوب من هنا أخواني لجنوب السودان. برضو نحن ما نايمين مع أخواننا في الحركات دي، الناس نحن ما نايمين،
رسلنا له وكلامه طيب جدا وحنصلوا اليومين دي كان في كاودا وكان في جنوب السودان. طيب كان هذا جزء آخر أستاذ إنصاف من أستاذ إحسان عفوا من حديث الفريق حميتي أمام حشد من أبناء جنوب كردفان قافلة نداء السلام في المجلس العسكري، تحدث عن ضرورة التواصل مع الحركات المسلحة وضرورة انضمامها للعملية السلمية. بصفتكم التكويرية هذه، أنت قلت أنها ليست حزبية، لكن من حكم مشاهدتكم ومتابعتكم للوضع السياسي الآن، إلى أي مدى يمكن أن تكون عودة الحركات المسلحة ووضعها للسلاح وانصهارها في الحياة السياسية ممكن أن تشكل دافعا للسلام والاستقرار في البلاد؟ طيب للإجابة على هذا السؤال، الأول نسأل من الذي يشكل الإرادة السودانية ومن الذي يتحدث عنها؟ فأنا تهيألي أنه إنما هي اجتهادات، يعني ما يعبر عنه سواء كان يعني الفريق الركن له التحية الحبيتي أو غيره، فيعني تعبير عن الإرادة السودانية، يعني كل الذين يتحدثون عن الإرادة السودانية كأنه يعني كأنهم امتلكوا تفويض من تفويض كاملا من الشعب السوداني لكي يتحدثوا يعني عن يعبر عن إرادته. فأنا يتهيألي حتى لكي يكون في 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 توافق جامع لكل الحركات المسلحة يجب أن يكون الطرح مقنع بالنسبة لهم، حتى يعني يأتوا وتكون الرؤية واضحة بالنسبة لهم. طيب السؤال، البعد المفقود دي، في بعد في السودان مفقود وظل مفقود وما زال مفقود، فأين نجده؟ هل سنجده في الأطروحات الموجودة في الساحة الآن، سواء كان في الأحزاب، سواء كان في الثورة بقيادة قوى التحرير، سواء كان في المجلس الانتقالي، فهل سنجده؟ يعني هل سيحقق لنا هذا البعد؟ سيأتي. طيب الأدوات، كل أن يستعمل أدواتي، هل هذه الأدوات مرضية للشعب السوداني؟ هل هي مغنية على الشعب السوداني؟ هل بتحقق ما يأمله الشعب السوداني؟ فنحن بنتساءل إلى أن يأتي. طيب المسألة، هناك في حلم سوداني يأمله الشعب السوداني أن يتحقق، فهل سيتحقق من خلال ما يجري في الساحة؟ يعني طيب أنتم ترون أنه سيتحقق هذا الحلم في ظل المعطيات التي أمامكم، أم سيظل المواطن السوداني فقط يحلم؟ سيظل الحلم السوداني إذا تحققت الرؤية الوطنية الواحدة الجامعة لكل الشعب السوداني. إذا تحققت هذه الرؤية، نعم سيتحقق الحلم. طيب الرؤية الوطنية الواحدة أو الموحدة، كيف يمكن الوصول إليها بحسب وجهة نظرك؟ هناك خلافات واختلافات كبيرة جدا في المجتمع السوداني، كيف يمكن توحيد كل هذه الاختلافات في التكوين وفي الأيديولوجيات وفي العرقيات والإثنيات، كيف يمكن توحيدها في مبادرة واحدة أو في رؤية موحدة؟ إذا تخلى البعض عن الأنانية، الأنا، إذا تركنا الأنا حتما سنلتقي، وإذا التغينا يجب أن نلتقي على، برضو برجع لك على المنهج الاستراتيجي، لأنه المنهج الاستراتيجي إذا تحقق حتما إنه لن تكون هناك غضاضة في أن يكون حزب الحزب الفلاني أو الشخص العلاني أو المجموعة الفلانية تعتلي الحكم، لا بأس. ليه؟ لأنه هناك بتكون في رؤية وطنية واضحة، في تخطيط قومي وطني واحد، لن يستطيع ومحمي بقانون معبر عنه، لن يستطيع أيا كان أن يخرقه أو الخروج عنه. وبالتالي حيزول الصراع، لأنه هذا ما الآن ما نراه في الساحة هو صراع، صراع لتحقيق أشياء ذاتية، وليست هذا ما ليس صراعا على تنمية ورفعة الوطن. أيوة، ولا تعبر عن الوجدان السوداني الحقيقي للشعب السوداني.
وهذا ربما يتعارض مع الأهداف التي من أجلها خرجت الثورة ومن أجلها يعني استشهد هؤلاء الشباب. هم خرجوا للتغيير حقيقي وليس فقط لتغيير نظام البشير، هو نعم. لخلق تغيير حقيقي في في السودان عموما. نعم نعم، خرجوا لتغيير حقيقي، وده ما ننشده نحن جميعا، والشعب السوداني بيأمله جميعا يعني. فنتمنى التغيير يعني. طيب، ارحب عبر خط الهاتف بالاستاذه انصاف العوض، الكاتبه الصحفيه والمحلله السياسي. استاذه انصاف، بدايه مساء الخير، وارجو ان يعني استاذه انصاف. السلام عليكم. مساء الخير، انت على الهواء مباشره. مساء الخير، اهلا بك، حياك الله. انت على الهواء مباشره، وبدايه يعني ارجو ان تطلعينا على كيف تقرأين هذا الشد والجذب بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي فيما يلي الجزئية المتعلقة بدمج الوساطة الأثيوبية الإفريقية. طيب أستاذ إنصاف، أرجو أن تسمعين عبر سماعة الهاتف بداية، وسألتك عن قراءتكم للشد والجذب بين المجلس العسكري وبين قوى الحرية والتغيير، خصوصا فيما يلي الجزئية المتعلقة بدمج الوساطة الإفريقية الإثيوبية. أولاً، صراع بين أي قوتين في دولة ما وسط أبناء الشعب يعتبر أمر مرفوض، وفي المرحلة الدولية التي يمر بها السودان يجب أن يكون يقدم أي طرف أكبر كمية من التنازلات للوصول للسلطة، مع التأكيد على أنه لا يمكن المجلس العسكري أن يدير البلاد بمعزل عن الحرية والتغيير، ولا يمكن الحرية والتغيير أن تدير البلاد بمعزل عن المجلس العسكري الانتقالي. طيب، وعليهما شريكان، يجب عليهما أن يجتا معا وأن يتفقا، كما يجب على الحرية والتغيير أن تفتح المجال للقوة السياسية في السودان، لأنها قوة كبيرة جدا جدا وغير منطوية كلها تحت رايتي. وهذه القوة لازم تشارك في الفترة القادمة، بحيث انه يكون البلد مهيئ لاستقبال انتخابات يعني شفافه وحره ونزيهه، ويترقب عنها دستور دائم. لذلك عشان يكون في استقرار سياسي لازم الحريه والتغيير تكون موجوده في المكتب السياسي، ولازم تقبل بالتحالف. طيب طيب استاذ انصاف، العسكري والقوى الحريه الاخرى في حكومه انتقاليه، هي حكومه انتقاليه لا داعي للتقاتل حولها، هي حكومه لن يطول ابدا. طيب، لذلك لا داعي للتقاتل. طيب 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 استاذ انصاف، المجلس العسكري هو يعني يكرر دعوته للتفاوض مع كل القوى السياسيه في البلاد، هذه متفق عليها اعتقد، لكن قوى الحريه والتغيير تعترض منذ البدايه على وجود اي مكون سياسي غيرها يفاوض المجلس العسكري او يشكل الفتره الانتقاليه. اي مكون سياسي غيرها في الفترة المقبلة، هذه إخفية لا أحد يقبلها، ولن تقضي بالحرية والتغيير لأي اتفاق مربوط، وعليها أن تدرك أنه ليس في مقدورة، كما ليس في مقدورة المجلس العسكري إخفاء أي أحد. طيب، حتى المؤتمر الوطني المفترض أنه حتى أعضاء المؤتمر الوطني الذي لم يثبت لديهم فساد، لم يثبت لديهم تورط في فساد إداري أو فساد مالي، من حقهم أن يشاركوا. هذا وطن يعني، وطن الجميع، لا احد يستطيع ان يخطئ احد، لا احد يستطيع ان يجاهد على احد في وطنته، ولا احد يعني اخطر الحريه والتغيير ان يحط في ان تخطيه او تلعب دوره او تقلل مكانته. طيب، لذلك الحريه والتغيير يجب ان تغير اليات تفاوضها واليات اتفاقياتها بالسلطه ونظرتها اليها. طيب استاذ انصاف، اذا اصرت قوى الحريه والتغيير، قوى الاعلان، اذا اصرت على موقفها التفاوضي، اصرت على اسمحي لي فقط اكمل لك السؤال، اذا اصرت على موقفها، هل هذا يخول للمجلس العسكري الانتقالي ومن يتفق معه من القوى السياسيه الاخرى تشكيل حكومه انتقاليه واقصاء الحريه والتغيير طالما انها متمترسه في موقفها؟ الان في احزاب كبيره يلقى على عاتقها مسؤوليه الوطن، مثل حزب الامه، الحزب الاتحاد الديمقراطي، هناك شخصيات تاريخيه لا تسمح للحرية والتغيير أن تتلاعب بمستقبل البلاد. هذه القوى ممكن بتصويت شعبي للمجلس الانتقالي، للمجلس العسكري الانتقالي، أن يكون حكومة تكنوقراطية، حكومة تسيير، ومن ثم يدعيان إلى انتخابات مبكرة كما أشار لذلك علي الحاج، وكما أشار لذلك صادق المهدي وكثير من الغادة. الآن المجتمع الدولي لن يسمح بفراغ سياسي وفراغ حكومي
أطول مما حدث الآن في السودان. الآن ليس هناك أي مساعدات، ليس هناك استثمارات، بالرغم من أنه في السلطة الانتقالية لا يكون هناك استثمارات. لذلك حتى رؤية الفري والتقييد لفترة انتقالية قوامة 3 سنين إقعاد لاقتصاد البلاد، لأن طوال فترة الانتقالية كما هو معلوم ليس هناك استثمارات طويلة المدى وليس هناك استثمارات في البنية التحتية، لأن الحكومة الانتقالية حذفت تسهيل البلاد. فإذا تنازلت القوى السياسية هذه بحنكته ومغدرته ومعرفته وقبلت بثلاث سنوات للفري والتقييد، من باب أولى لها أن ترتراضى على اختصار مجلس التشريع مع هذه القوة 50-50 حتى لا يتأثر ذلك بتغيير التشريعات والقوانين وما يؤثر على قيام الدستور عبر الفترة الانتقالية. تقاسم السلطة في المجلس التشريعي أمر هام ومفصلي ليس للمجلس العسكري، للسودان ومستقبل السودان السياسي. لا أدري يعني بأي مبرر هم. طيب استاذ انصاف، واعتقد انه يوجد حكماء داخل الفريق التغيير ان شاء الله يظهرون، وان شاء الله يكون في حكماء من الشباب ومن الكبار السن ويدركوا هذه المخاطر ويدركوا اهميه هذه الامور ويتنازلوا. طيب استاذ انصاف، بدايه ارجو ان تقيمي لي ال 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 قصة الوساطات، هذه الوساطة الإثيوبية الإفريقية هذه التي فيها يعني فيها خلط وفيها لغة الآن، يعني بعض المتابعين يتحدثون عن أنها ربما باءت بالفشل أو في طريقها إلى الفشل تماما، إنها فشلت أو في طريقها لن تفشل تماما الوساطة الإثيوبية، صحيح؟ المبادرات الإفريقية سواء كانت في مبادرتين كما قال المجلس العسكري أو مبادرة واحدة كما تقول قوى الحرية والتغيير لا عيب في ذلك ولا أهمية له. الأهمية في أنه الآن المجلس العسكري تمسك بأنه في حال تمسكت قوى الحرية والتغيير بمناصفة المجلس العسكري على المجلس العسكري والقوى السياسية الأخرى أن تتقاسم معه المجلس التشريعي. لماذا؟ لحماية البلاد. التصارع ومحاولة كسب المزيد في المجلس التشريعي لا يعني أن أحد يزعى وراء السلطة، لأن المجلس التشريعي ليس فيه سلطة، ولكنه يحافظ على القوانين، يحافظ على هيبة الدولة، على سيادته وهكذا. طيب في حال تمترست قوى الحرية والتغيير بمغاسمة المجلس العسكري يصبح لا مماس في مغاسمة المجلس التشريعي سواء قبلت قوى الحرية والتغيير أو لم تقبل. هذا ما قامت عليه الخلافات في المبادرة الأفريقية. طيب لدينا مبادرة جديدة أستاذ إنصاف، والآن المجلس العسكري أعلن إطلاق صراحة بعض المستقلين السياسيين قبل قليل تجهيدا للدخول في التفاوض، لأن الحرية والتغيير هي بناءة وهي وطنية ولا يمكن إخفاءها في حال استجابت لصوت العقل. في هذه الحالة إذا نجحت المبادرة بهيئتها المعدلة المطروحة الآن أهلا وسهلا بها، في حال لم تصلح الآن في مبادرة يقود الصادق المهدي والحزب الاتحادي، وأعتقد إن هذه ستنجح أكثر. لماذا؟ لأنها مبادرة وطنية ومن حكماء مغربين للحرية والتغيير وأكثر حنكة، وفي النهاية لابد من التفاوض والتراضي. يعني الحرية والتغيير تهدر على نفسها الفرص تلو الأخرى منذ رفضها ما منحها إياه المجلس العسكري في سقاء أبان ثورة الثورة وأبان الدفاع الشعبي والحماس الشعبي لها. طيب هناك أيضا زيارة لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت إلى الخرطوم، وهناك حديث عن وساطة من جنوب السودان. ما الاختراق، ما الجديد الذي يمكن أن تحمله هذه الوساطة أو هذه الزيارة من سلفا كير إلى الخرطوم؟ أولا الرئيس سلفا كير ميرديت ليس يعني الآن في الوقت الحالي ليس مؤهل للتوصل في قضية معقدة مثل قضية العلاقة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير. رئيس الباكير ممكن أن يتحدث عن وساطة ما بين الحركات المسلحة والمجلس العسكري فيما يخص الترتيبات الأمنية. طيب لماذا هو غير مؤهل ليتوسط بين طرفي النزاع، يعني المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؟ هو رئيس دولة كانت يوم من الأيام وملم بتفاصيل الوضع السياسي. إنه إذا تحدث عن التقارب ما بين الحركات المسلحة والمجلس العسكري في الترتيبات الانتقالية قد يجوز ذلك. طيب. وقد تنجح التصاصل لأنه لديه أوراق ضغط، لديه نفوذ على الحركات المسلحة الموجودة في أراضي الجنوب. أما بالنسبة للعلاقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، أول حاجة رئيس الباكير يحكم دولة ناشئة ليس لها علو كعب في شأن إقليمي مثل الشأن السوداني، ليس لديه ما يقدمه. دولة تعاني من انهيار اقتصادي وأمني شديدين،
إضافة إلى أنه الرئيس البكير نفسه يعاني من ذات المشكلة كونه خرج من تفاوض بالتو مع المعارضة من أجل تقسيم السلطة في حكومة لم ترى النور بعد وحتى إنفاذه يرتبط بالاستقرار السياسي للسودان. من حق الرئيس البكير أن يبدي القلق ويحاول أن يرشد أخوانه وأشقائه في السودان إلى أهمية الاستقرار السياسي، لأنه يترتب عليه استقرار سياسي في دولته، يترتب عليه إنفاذ اتفاقيات في دولته فرعاها السودان، لكن هو ليس له مقدرة على التوصل أو حل القضية السودانية. حل القضية السودانية يكمن في حل داخلي بضغوط من الأصدقاء السودان وحلفائه، ولكن لا أحد يستطيع أن يفرض على السودان حل خارجي كونه دولة مستقلة وكون دولة ذات سيادة وكون دولة قوية إقليميا ولها مشاركة في جميع المؤسسات الإقليمية والدولية. أشكر جزيلا أستاذ إنصاف العوض الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على كل هذه القراءة التحليلية لمجريات الأحداث في السودان في هذه الفترة. أعود إليك مجددا أستاذ إحسان حامد، مؤسس مبادرة المرأة والمبادرة النسوية. دور المرأة في الثورة يعني مرينا عليه سريعا، إلى أي مدى كانت المرأة فعلا مؤثرة في التغيير الذي تم في السودان برأيكم؟ طبعا شهدنا في الآونة ما قبل فض الاعتصام كانت في مبادرات نسوية في البداية، يعني خرجنا في الحراك، نشدنا التغيير كثيرا، في هنا من يعني كنا يعني دائما في المواجهات السياسية يعني لهن دور في التغيير، لكن ما زالت يعني الآن نرى مبادرات في نظري يعني في طور المشاركة، ولم نرى انه يعني في كنت أأمل انه انا في بداية احداث الثورة انه يكون للمرأة وجود حقيقي في التمثيل يعني وفي الطرح وفي المناقشات في الحوارات الآن دائرة. فنرى انه هناك في يعني عدم وجود للمرأة في حتى داخل الحوارات الموجودة يعني. برأيك ما هي الأسباب التي يعني لم تكن المرأة موجودة في الحوارات؟ ما هي الأسباب؟ حقيقي يعني أسباب قد تكون يعني عدم لم يعطوها فرصة، لذلك قد تكون أغلبية النساء منضويات تحت الأحزاب السياسية، بالتالي بتكون في أولويات للرجال، قد يكون فيها أولويات يعني، وفيهن من يعني يملكن هذه القوة، لكن لأسباب أحجمنا عن المشاركة. ولكن الآن أنا برى إنه المرأة الآن يعني بدت بعد استيعاب للثورة والمطالب الحقيقية لدور المرأة بدأت تستجمع قواها وبدأت تحاول المشاركة. طيب أستاذ إحسان، لدي استطلاعات من بعض أخالي المنطقة الذين جاءوا للقاء الفريق حميدتي، هم أبدوا سندهم للمجلس العسكري. نتابع جزء من هذه الاستطلاعات إذا كانت جاهزة ثم نعود لنعلق عليها. تفضل. نحن جينا هذا الحشد الجماهيري لسندا للشباب الذين غيروا هذه الصورة، هو شباب الحرية والتغيير والمجلس العسكري في هذه الساحنة الطيبة. ونحن جينا نعطي الصيغة لأولادنا في المجلس العسكري التفويض الكامل بأنه يحقق لنا السلام في ولاية جنوب كردفان، لأنه نحن بنعانين في موضوع ما يتعلق بالسلام والاستقرار والتنمية في ولاية جنوب كردفان. جيتنا دي من أجل السلام، لأنه وجدنا أنه المجلس ده هو اللي بيجيب لنا السلام، لانه نحن كولايه مكلومه وناس يعني تعبانه والتنميه بتتوقف على الامن والسلام، لذلك نحن جينا طالبين الامن والسلام ونفوض المجلس العسكري بين طرق بين اداره اهليه وطرق صوفيه وشباب ومراه تفويض كامل، ونجيب نشد من ازره وان شاء الله حيكون لنا عام كويس. رؤيتنا في انه نحمل
المجلس العسكري مسؤولية كاملة إنه يعني يأتوا بالسلام، لأنه هو المطلب الحقيقي لكل أبناء جنوب كردفان. ونحن نناشد المجلس العسكري والشباب الذين قاموا بالتغيير الحقيقي إنه يضعوا أيديهم في بعض ويمرقون من السحنات اللي نحن داري جروا فيها الولاية. وأملنا كبير إنه المجلس العسكري والشباب إن شاء الله سوف يصلون لغاية ويشكلوا حكومة، حكومة يعني ترضي كل الطموحات. أنا سعيد جدا وسعيد كل سعادة بوجود المجلس الانتقالي، وطبعا دي نقلة نوعية وبشر بها السودان. وما في سلام ما في أمن بدون سلام، ونحن والله بننشد السلام، والسلام اسم من أسماء الله الحسنى، وكلنا ورا السلام. ونحن كإدارة أهلية في المنطقة الشرقية أبو جويتها بالتحديد، احنا والله احنا يعني مع هذا المجلس بكل قوة، بكل ما نؤتي يعني نأتيه من أبنائنا وعشائرنا كلهم، احنا ورا السلام، ونحن لازم نتحقق السلام، وما لم يتحقق السلام ما بكون في استقرار، ما بكون في تنمية، ما بكون في أمان. طيب، كان هذا جزءا من الاستطلاعات مع مواطني جنوب كردفان الذين جاءوا ضمن القافلة لقاء الفريق حمتي. طيب أستاذة إحسان، من الجزئيات المهمة أيضا هي قضية الحشد الشعبي التي يقوم بها المجلس العسكري، وهذه اللقاءات الجماهيرية واللقاءات النوعية التي يقوم بها أعضاء المجلس العسكري للكسب الجماهيري، كيف تنظرون إليها؟ هل هي دليل عافية للورثة السياسية في البلاد أن يحاول المجلس العسكري كسب الجماهير بهذه اللقاءات؟ في الحقيقة طبعا هذه المناطق مرت بأزمات قد تكون أمنية، وتعرضوا لمشاكل طبعا هنا أمنية كثيرة، فلذلك أملهم في الاتجاه العسكري كبير، لانهم هم طبعا بيشوفوا يعني من وجهه نظرهم انه ده اللي بيشكل لهم الامان. لكن كونك ان يعني ترى بنظره ذكيه لموطن ما او مكان ما وتحاول ان يعني تحيد المساله الى جانبك، أنا بعتبره نوع من الذكاء للمجلس الانتقالي ويحسب له، كونه يعني هذه المناطق بالنسبة له معروفة طبعا، لأنه قد يكون البعض منهم في من الحركات المسلحة دخلتها، فالبعض منهم قد يكون شارك في المسيرة الأمنية أو فضل الاشتباكات العسكرية فكذا، فيحاول أنه ينظر لهؤلاء الناس بحوجتهم للأمن من خلال شنو؟ من خلال الشكل العسكري انه بيشكل لهم سلام بالنسبه لهم. هذه خطوه بالنسبه للمجلس العسكري. اذا كسب هؤلاء فهناك شريحه اخرى في المجتمع كيف لا هي لا تنظر لا تفتقد الى السلام ولكن تفتقد لاشياء اخرى، فهل يجد المجلس هل تكون عند المجلس العسكري ويستطيع ان يعني تكون مدخل لهم يعني يدخل بهذا عليهم ويؤثر عليهم ويحيدهم الى جانبهم؟ طيب، المجلس العسكري كانت لديه لقاءات ايضا نوعيه او فئويه في قاعه الصداقه مع العاملين بالمهن الصحية وغيره من القطاعات، يعني ربما هذا يجيب على سؤالك، هل تعتقدين أنه بهذا الخط الذي يمضي فيه المجلس العسكري سيستقطب الجميع إلى صفه في هذه المرحلة التي تشهد استقطابا حادا في تاريخ السودان؟ طيب، من البداية في سؤال، لماذا؟ لماذا يكون يعني مفترق الطرق في كل يحشد لمن يكون معه أو لجانبه؟ لماذا يعني نصل إلى هذا المستوى من الطريق المسدود؟ فهل ده بيوصلنا الخطوات هذه سواء كان من المجلس الانتقالي أو من غيره، هل ستوصلنا إلى النهاية المطلوبة اللي هي تحقيق ما نطلب ما يطلبه الشعب السوداني؟ فهل يحقق ده الشيء المطلوب؟ طيب، المجلس العسكري ايضا كان لديه لقاءات مع الادارات الاهليه في الفتره الماضيه، ورغم الادارات الاهليه
البعض يقول أن الزمن عفى عليها وأنها أصبحت خارج التشكيلات الحكومية، أن يعني لن تكون مؤثرة في الحياة السياسية، لكن أن يرجع المجلس العسكري ويحاول لقاء زعامات الإدارات الأهلية بما لهم من ثقل أهلي وقبلي، هذا يمكن أيضا أن يضاف إلى مجهوداته في كسب واستقطاب المواطنين إلى جانبه؟ هؤلاء قد لا يكون يعني في وجهة نظره، هو يعني في وجهة نظر المجلس العسكري يرى ذلك، ولكن يعني الثورة ثورة شبابية والتغيير تغيير شبابي، ونحن كنا يعني كل السودانيين يعني تقريبا بينشدوا تغيير شبابي، يعني حتى التغيير الشبابي المنشود حتى في داخل الأحزاب السياسية، المفترض خليك من القيادات الزعماء بل قيادات الأحزاب السياسية الآن. نحن كنا نأمل أن يتنحوا جانبا لأنه قد عاف الدهر عليهم، فليأتوا بشبابهم للمقدمة ويقودوا المسيرة يشاركوا. أنا يتهيأ لي قد نصل لحلول سليمة جدا وتخرج بالسودان إلى بر الأمان أكثر من لا أقول كبار السن، ولكن لأنهم عاصروا يعني قرون طويلة في السودان، يعني طبعا مبالغة إن أقول قرون، ولكن مسيرة طويلة من السنين فيها معتركات سياسية وكثيرة. فالمطلوب انه يعني يتركوا الان الشباب، نريد ان نسمع راي الشباب، نريد أن حتى داخل الاحزاب بكل اختلافاتها بكل انواعها نريد الشباب. يعني انا يتهيألي السودان لن يقوده الا الشباب. لن يقوده الا الشباب، نعم. وهذا ما خرجت من اجله الثوره، هي تغيير المفاهيم وتغيير حتى الوجوه. طيب ينضم إلي عبر خط الهاتف الزلال عبد الرحيم القيادي بمر سلام العادل. مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم. حياكم الله أستاذة، وبداية يعني نسأل عن دور المرأة في المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد الثورة، مرحلة تشكيل الحياة السياسية في السودان. أول حاجة نترحم على شهدائنا جميعا من الشباب ومن الغوطة النظامية بمختلف تشكيلاتها، نسأل لهم الرحمة، نسأل لهم الرحمة والمغفرة، ونرجو للجرحى عاجل الشفاء. ثانيا يعني من المؤسف جدا يعني المرأة تطلع بدور عظيم في هذا المجال، ولكن في الواقع الراهن حتى المرأة نفسها تقدم وضع الشباب شباب وشابات، يعني نريد أن نسمع صوتهم، نريد أن نسمع رأيهم، نريد اشتراكهم الفعلي، ولكن على أن يكون الاشتراك اشتراكا مسؤولا. يعني أول حاجة يعني نرجو من الله أن يحفظ بلادنا من كل شر، يعني ونطلب من أبنائنا الشباب يعني ضرورة التروي، ضرورة التعقل، عدم الاندفاع، النظر للمسائل بموضوعية، لأنه الآن السودان في محك يعني ويعني فرحنا بثورة الشباب، فرحنا بانحياز القوات المسلحة للشباب، ولكن تم اختطاف الثورة تماما يعني. فنرجو أنه الشباب يكونوا عادلين، يستمعوا إلى صوت العدل. المسألة ما تكون مسألة يعني ما تبقى مسألة انتقام، يعني ما تبقى مسألة تشفي. يعني قبل من أستاذ زلال يعني أنت شرط لأن الثورة تم اختطافها تماما؟ من اختطف الثورة؟ يعني ليست شبابية، يعني كل من يطلع في وسائل الإعلام جيلنا وجيل قبلنا الأكبر مننا، يعني نحن نرى كلام غير مسؤول. يعني رأينا في القيادة العامة أشياء لم تسرنا أبدا، رأينا من يحمل أعلام الحركة الشعبية وينادي بسودان جديدة أو لا سودان، رأينا من يتحدث عن الاحتفال عايزين يحتفلوا بغزو أم درمان، ده كله كلام غير مسؤول. يعني نرجع أن يكون الشباب مسؤولا، نرجع أن يكون الشباب واعيين. لكن يا أستاذ زلال اسمحي لي فقط، يعني هذه ثورة جاءت ممثلة كل طياف الشعب السوداني، لا تعتقدين أن لكل سوداني الحق في أن يعبر عن رأيه؟ نعم، لكل سوداني الحق أن يعبر عن رأيه، لأنه يعني الإقصاء يعني يؤدي إلى مزيد من المشاكل. رأينا
قبل عدد من السنين عندما قام التيار الإسلامي بإخطاء الحزب الشيوعيين وطردهم من البرمان وحل الحزب الشيوعي. ماذا حدث؟ حدثت تعقيدات. فاليوم إذا حدث أي إخطاء لأي من الجهات عليكم السلام، هنرجع لنفس المشاكل، هنرجع للمربع الأول. فأرجو أن نكون يعني أرجو أن نكون عاقلين متعقلين. نرجو أن نخط السودان نصب عينينا، نتحدث عن السودان ما نتحدث عن مسائل شخصية. هل يعني تعتقدين أن القوى السياسية الآن التي تتحاور، وأشير هنا مباشرة إلى المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير الآن، هل تضع الماضي والتجارب السياسية الفاشلة نصب أعينها حتى لا يتكرر الفشل؟ والله كنا نعمل ذلك، كنا نعمل ذلك، ولكن واضح أنه حيتم استبدال حكم شمولي وحكم شمولي آخر. رأينا ما فعله المواطن الوطني من إخصاء الآخرين الهيمنة على الساحة. الآن هو الحرية والتغيير، كل كلامهم يعني تابعنا، كل كلام أسلوب لهجتهم نفس الإخصاء، نفس البرنامج، يعني يريدين إبعاد الآخرين، الهيمن على المسألة. يعني حتى النسبة التي أعطاها مجلس العسكري 67% من مجلس التشريعي، كل يختاروا 33 الباقية، كل مجلس الوزراء رئيس الوزراء. أكيد هذا لن يرضي الساحة السياسية بأي حال من الأحوال. حنرجع لنفس المربع الأول، حنرجع لنفس الإشكالات، حنرجع لنفس المشاكل. فيجب أن يكون، يجب أن يمثل الجميع في هذه المرحلة. وأعجبنا جدا بالشرط عنه كل من يشترك في المرحلة الانتقالية لا يمكنه أن يشارك في المرحلة المقبلة ما بعد الانتخابات. طيب أستاذ زلال، يعني اسمحي لي فقط، هل يعني ترين أن قبول القوى إعلان الحرية والتغيير بنسبة 7-7 مع اختيار شخص آخر محايد في المجلس السيادي، موافقة القوى على هذه النسبة التمثيلية هي مؤشر لأن قوى الحرية والتغيير قد تقبل أيضا بقية الحديث والتفاوض في النسب، خصوصا أن المجلس العسكري أشار أن 67% هذه ربع صحيح من الماضي. 7+7 رئيس مدني، أنا أرضو أن يعني أرى أن هذا الشيء يعني سيحدث المزيد من الشد والجذب والاستقطاب والمشكلة وعدم التوافق. وحنرجع المربع الأول، والبلد في وضع هش، الوضع الاقتصادي سيء جدا، الوضع الأمني غير مطمئن. فأرجو أن تكون المسائل بحيث أن نحفظ البلد ونمشي بها خطوة لقدام. أرجو أن تكون فترة انتقالية، فترة يعني كما قال المجلس العسكري لا تزيد عن سنتين، إن لم تكن أقل من السنتين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى صناديق الاقتراع. إذا كان صناديق الاقتراع أدت الحرية والتغيير 100%، ما عندنا كلام، سنقبل جميعا وسنكون راضين يعني. طيب هل تعتقدين أن فعلا صناديق الاقتراع قد تعطي هذه النسبة لقوى الحرية والتغيير، وأنتم لديكم تاريخ في العمل السياسي وتقرؤون القواعد السياسية بطريقة دقيقة؟ والله أنا أشك في أنها ستعطيها، والدليل على ذلك هم نفسهم. يعني ليه 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 هم رافضين للانتخابات؟ ليه هم مصرين أن يكون مصرين لأربع سنوات إن كانوا يثقون بأنهم هم الغالبين وأنهم سيكسبون وأن الجمهور في الشارع متابع لهم وكذا؟ لماذا يخافون من الانتخابات؟ أنا أسمح لهم مش انتخابات بكرة، ما سنة سنوات. طيب أشكر جزيلا أستاذ زلال عبد الرحيم القيادي بمجلس السلام العادل، شكرا جزيلا لك، أعود إليك، لم يبقى لي كثير الوقت. أستاذ إحسان حامد من مبادرة المرأة الاستراتيجية، يعني نود أيضا أن نسأل عما إذا كانت هذه المبادرة مستقبلا ستكون العضوية فيها متاحة لخريجات أو متخصصات في مجالات أخرى غير الدراسات الاستراتيجية، أم أنها ستكون فقط هي حصريا على خريجات الدراسات الاستراتيجية؟ حقيقة يعني نامل إنها دي طبعا رؤية مستقبلية بتتضح فيما بعد، لكن حاليا ليه أن إحنا يعني جميعهن من يعني متخصصات استراتيجية؟ لأن المرحلة الحالية، المرحلة التي يمر بها الوطن، هي محتاجة، ونحن نرى أنها محتاجة لتأسيس العقل الاستراتيجي للدولة، ونأمل أننا نكون طرف من ذلك، يعني من هذا العقل، أن نكون من المؤسسين لذلك. فلذلك في المستقبل نعم قد يكون، لأنه عندنا أجزاء تدريبية ماله، يعني قد تكون في تخصص آخر، ولكن قد تجد التدريب على الاستراتيجية
فنحن أملنا إنها تعم الاستراتيجية لكل الشباب وأوساط المرأة أيضا، يعني نأمل إنه جميع النساء يكون استراتيجيات، حتى هناك الاستراتيجية على مستوى الاستراتيجية الشخصية قد يعني نأمل إنه المرأة حتى لو ليس لها علاقة بالاستراتيجية إنه تتعلم الاستراتيجية الشخصية، كيف تضع استراتيجية شخصية لنفسها لكي تدير بيتها وأبنائها ومستقبلها. شكرا جزيلا للأستاذ إحسان حامد مؤسس المبادرة النسوية، مبادرة المرأة الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدي الأعزاء، انتهت حلقة هذا اليوم من تغطية خاصة، ختاما تحيانا لكم والسلام عليكم.